واحد السيد يقول لي جبده سيدي بشهاب الجبده جات تكرفس عليا قال سمعها لي حتى جات تكرفس عليا تكرفس لي على الكليان هرس لي الطوبل ديالي هرس لي الكراسه هرس لي التلفازه ديالي. هاد السيد ما عرفتش بينو وبينو جا هو خوه كلها هز السيف واحد هز حديده وهذه نشوفها بحال مضاربين حنا في فلسطين ولا شنو هو ما فهمتش انا هاد الشيء هاد السيد كي داير هاد السيف هادي ما فهمتش جرى لي على الكليان هرس لي الكراسه هرس لي التلفازه هرس لي ما فهمتش اش بينو وبينو واش حكره واش ظلم واش ما فهمتش انا هاد السيد هذا اش بغى مني. احنا فين ما كاين روحنا قباح حنا دايرين حنا فاعلين تاركين والله فين هاد القباحه ديالنا هنا مني ولا هاد حنا قباح وجه هاد السيد هذا كيتهجم عليه في مهالي ورزقي ويتكرس عليه هرس لي طوابلي وهرس لي الكراسه ديالي وهرس لي التلفازه ديالي راه ظلم هذا هادشي ما بغاه لا ربي ولا عبدو. ايوا انا كون نحضر ولادي ولادي فين غادي نوليو نوليو نطيحو الروح هادشي راه منكر هادشي هذا راه ظلم وعيب وعار هادشي يتاب اه والله يرحم الوالدين حنا كنطلبو المسؤولين ياخذوا لنا حقنا هذا هو اللي كنطلبو شي حاجه اللي هي اكثر هجم عليا ماشي الى 5:30 وقت العصر انا يلاه صليت العصر خرجت كنسمع الغوت واحد من الكليار هاد وزي السيف ديالو من هنا من على وجهه ها هو ما حضرش معنا مادام ما كنت دوا دابا لقيتيه مشى ايوا انا ولات السيبان هادي هاد المدينه هادي راه ولا لقطيع بنهار انسان يجي ل 5:00 ديال العشيه السيب وحديده جي عندي هو خوه اش كيتسني اش بينو وبينو علاش راه دور مع هذا والله يرحم الوالدين حنا كنطلبوا من السلطه دير معنا حتى هو اللي كيف خويا هاد السيد هذا راه جا تهجم علينا مع العشيه مع 5:45 هرسينا الطابله هرسينا الكراسه جرى لي هذيك الليل ما عرفنا كيف هذا تاهي هرس عليا كيما السيد ما اش بينو وبينو ما عرفنا شنو بينو وبينو والو حتى هرسي الكليان ولا حيت التليفون السيد الله كان قطع عليه راسو جنبه وهرب لا التليفون لا غير ما انا ماشي شفار ما غنديش انا التليفون هو هرسي تيجي يضربنا الطابله قسما لنا على جوج ايام اللي حب قدامك الكراسه ما هرسي كيسير من الوحيد البازا في جهه اخرى ماشي معقول سيوبا سيف والعصا ديال البيسبول وخوه هز السيف وهز حديده ديال 10 قتيب باش يضرب عباد الله جوج هما اللي جاوني هنا جوج عاد جايين تابعين من الاخرين من اللور ولكن الاخرين ما داروا والو جوج هما اللي داروا لنا الحاله هذه هما اللي تكرسوا لنا على المحل جاو لنا الكليان جاو لنا على كل شيء لا اله الا الله محمد رسول الله احنا ما عرفنا انا ما عرفت باش تبليد انا بعد هذا انا حاضر المحل مولاه تيجي هما بزاف جاو هما بزاف لان كثار هما ولكن جوج هما اللي هازين الحديد هذوك جوج هما اللي هازين النمضة هما اللي هجموا علينا هرسوا لنا الطابلة هزنا الماء ديالنا ولكم الشكر إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.